وإلى سوريا الآن. على خطين متوازيين أمني وسياسي، تابعت القيادة السورية محاولات امتصاص الاحتجاجات المندلعة منذ شهر مارس الماضي من دون نتائج تذكر حتى الساعة. وفي حين واصلت اليوم القوات السورية عملياتها في عدد من أحياء حمص، لا سيما دوار الفاخورة ومحيط حي النازحين، هذا وأصدر الرئيس السوري مرسوما يقضي بتعيين سمير عثمان الشيخ محافظا لدير الزور، التي شهدت يوم الجمعة تظاهرة ضخمة شارك فيها أكثر من 550 ألفا بحسب ناشطين حقوقيين. تسقيط النظام يا شباب، الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام. في مشهد متكرر تودع مناطق متعددة في سوريا قتل الاحتجاجات في أسبوعها 19، في دمشق وتحديدا في حي القدم صبت الجماهير الغاضبة جام غضبها بعد جنازة حاشدة وقامت بتدمير لافتات حكومية مؤكدة رغبتها في إسقاط النظام. في المقابل كثفت قوات الجيش من انتشارها في المناطق بالتزامن مع حملة اعتقالات واسعة طالت المئات في منطقتي ركن الدين والقابون، في ظل تواجد أمني في الأزقة ومفارق الطرق ومداخل الأحياء، وفرضت عزلة تامة. في حمص أفادت الأنباء المتواترة بانتشار المدرعات في دوار الفاخورة ومحيط حي النازحين، مرجحة أن يكون ذلك استعدادا لشن عملية عسكرية وأمنية في المنطقة. مدينة حمص دخلت في اضراب عام شل معظم مظاهر الحياة العامة فيها، مع تواصل الحصار الأمني على باب السباع وانقطاع الماء والكهرباء. في مدينة دوما شيع المحتجون من قالوا إنه لقي حتفة جراء تعرضه للضرب من قبل قوات الأمن عقب اعتقاله في جمعة أحفاد خالد، وشهدت المدينة إضرابا عاما اعتراضا على قتل المحتجين. في الوقت ذاته أبدت منظمة حقوقية خوفا على حياة نشطاء ما تزال الأجهزة الأمنية السورية تحتجزهم منذ منتصف مايو الماضي، بعد أن سلموا أنفسهم إثر بيان لوزارة الداخلية يدعوهم إلى تسليم أنفسهم مقابل وقف ملاحقتهم. من جهة أخرى أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوما يقضي بتعيين سمير عثمان الشيخ محافظا لدير الزور خلفا لحسين عرنوس. وكانت مدينة دير الزور شهدت يوم الجمعة الماضي مظاهرة ضخمة شارك فيها أكثر من نصف مليون شخص. خالد الكاشف، العربية. إذن ونتابع هذه معنا الآن من بيروت رامي نخلي، عضو المكتب الإعلامي للجان التنسيقية المحلية السورية. أستاذ رامي مساء الخير، مرحبا بك معنا. سأبدأ معك من نقطة الاعتقالات هذه، خاصة اليوم وبالأمس كانت هناك حملة اعتقالات واسعة في حمص وفي بعض من مناطق العاصمة دمشق. كيف تفسر هذا التعاطي وازدياد وتيرة الاعتقالات بالنسبة للأمن السوري؟ طبعا نحن نلاحظ في هذه الفترة أن الأمن السوري بدأ باستهداف شخصيات سياسية وثقافية في محاولة منه لما يعتقد بأنهم قيادات في التظاهرات التي تشهدها سوريا اليوم. طبعا في البارحة تم اعتقال شادي أبو فخر المخرج السينمائي من مدينة السويداء، فقد في مدينة دمشق ولا أثر ولا نعرف أين هو في هذه اللحظات. طبعا كذلك المتظاهرون على الأرض والنشطاء يحاولون الرد على هذه. فغدا أستاذ رامي اسمح لي على المقاطعة فقط، أستاذ رامي نحن الآن نشاهد هذه الصور التي وصلتنا اليوم من حمص تحديدا، وتصور ما قيل إنه استجابة لدعوة الإضراب، متاجر مغلقة استجابة لدعوة الإضراب، طبعا مساندة لإسقاط النظام. أستاذ رامي، هل تعتقد أن حمص بهذه الطريقة بالدعوة لإضرابات سيكون لها تأثير أكبر، أكثر نجاعة بالنسبة لمطالبها تجاه النظام السوري؟ نعم سيدي، اليوم حمص دخلت في إضراب شامل
كذلك وللمرة الأولى لاحظنا بأن حتى الدوام في الدوائر الحكومية كانت نسبة الدوام اليوم أقل من 5% في القطاعات الحكومية، وهذا مؤشر كبير في الشارع السوري اليوم. نحن تصلنا معلومات وبحسب التقارير الواردة إلينا أن هناك تحول في قطاع واسع كان موالي للرئيس بشار الأسد، لكنه اليوم بدأ يدخل شيئا فشيئا بعد 4 شهور من القمع في صفوف المحتجين والمتظاهرين. حتى الموالين للرئيس بشار الأسد كانوا يقولون في البداية الله سوريا بشار وبس، وهم وضعوا سوريا فوق الرئيس بشار صحيح. الأسد. ولكن أستاذ رامي بأن هذا عذرنا على المقاطعة مرة أخرى، هذا التحول والاستجابة لهذه الدعوات من الإضرابات والأعداد الكبيرة التي شهدناها صراحة الجمعة الماضية، هل تؤشر على خروج الأغلبية الصامتة عن صمتها في سوريا تجاه المطالبة بإسقاط النظام؟ نعم سيدي، كما كنت أشرح أنا لك قبل أن تقاطعني إن الأغلبية في سوريا اليوم حتى بالنسبة من كانوا موالين للرئيس إنهم يرون اليوم في هذه اللحظات أن الرئيس بشار الأسد هو مستعد لتدمير سوريا في سبيل الحفاظ على كرسيه، وهذا شيء مرفوض حتى بالنسبة للموالين للرئيس بشار الأسد. هذا الشيء مرفوض، وبدأنا نلاحظ تزايد أعداد المتظاهرين بالرغم من استمرار الحملة الأمنية، وبالرغم من أن المتظاهرين اليوم الذين ينزلون إلى الشارع هم بكل معنى الكلمة يخاطرون بحياتهم، وهناك لازالت أغلبية لم تنزل بعد إلى الشارع، لكن هذه ليست حجة للنظام السوري. هذا النظام لا يحتاج أن يسيء إلى 100% من المواطنين السوريين حتى يتغير. هؤلاء الملايين التي نزلت هي أكثر من كافية. هؤلاء الملايين التي نزلت إلى الشوارع وترى بأن هذا النظام يجب أن يتغير لأنه أساء إليها، لأنه اعتقل الآلاف وشرد الآلاف. اليوم لدينا عشرات الآلاف مشردين في لبنان وفي تركيا، لدينا آلاف الأمهات التي تبكي أبنائها الشهداء، لدينا آلاف المختفيين والمعتقلين في سوريا. نعم. هذا يكفي لأن يفقد النظام شرعيته الأخلاقية والسياسية. أستاذ رامي، أتمنى أني تركت لك كل هذه الفسحة من الوقت، وأعذرني يعني أنا أريد أن أستفيد من حضورك معنا يعني بأكبر شكل ممكن. تفضل. شكرا جزيلا لك رامي نخلة، عضو المكتب الإعلامي للجان التنسيقية المحلية السورية، كنت معنا من بيروت.